اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع، وجت فقرتنا الاسبوعيه اللي بنرحب فيها بضيفنا العزيز والعالم الجليل الاستاذ دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور دايما في الأهل. نهايه الاسبوع. احنا يمكن الاسبوع اللي فات كنا وعدنا الساده المشاهدين ان احنا هنتكلم في مشاكل الشعر وسقوط الشعر لان عده اسباب، وكان في ناس يمكن كتيره جدا بعتة، وحضرتك قلت ان احنا هنتكلم عن اسباب سقوط الشعر. ناس تقول موسمي، ناس تقول وراثة، ناس تقول حالة نفسية، يعني عايزين نعرف أبرز المشاكل اللي ممكن كمان تقابل الناس في التوقيت ده بالنسبة لسقوط الشعر. هي مشكلة الحقيقة بقينا بنشوفها كتير. يعني مشكلة سقوط الشعر احنا بنسمعها كل يوم. صحيح. يعني كل يوم بقت مشكلة، مش بس البنات والشباب، برضو والرجالة كله ابتدى يشتكي من عملية. الحقيقة خلينا نفهم الناس ايه أسباب سقوط الشعر، بنقسمهم بطريقة علمية. أوكي. السبب الأول هنقول أربع حاجات. الأول هو العامل الوراثي، ولما أقول العامل الوراثي اللي هي مشكلة الصلع، هي عبارة عن صفة وراثية تنتقل للأبناء والبنات عن طريق الأمهات والأباء، ولكن من حسن الحظ زي ما بقول دايما إنها بتظهر على الذكور بوضوح جدا، لكن الحمد لله ما بتظهرش على الإناث زي ما بتظهر على الذكور. يعني عشان برضو أطمن الناس دايما، عمرك حضرتك ما هتشوفي واحدة ست صلعة، بس ممكن يبقى شعرها خفيف او فيها فراغات مثلا في شعرها، بس في شعر انا ممكن تلاقي الراجل ما عندوش شعر خالص اصلا، بنشوف ده ناس كل يوم. فاذا بتظهر بقوه عند الرجال ولكن بتظهر باستحياء عند البنات، فدي المشكله الاولى او السبب الاول اللي هو الاسباب الوراثيه. تمام. بعد كده في حضرتك اسباب مرضيه، مرض الاسباب المرضيه دي ممكن تبقى داخليه جوه الجسم او تبقى في فروه الراس. داخليه جوه الجسم ازاي؟ لو الانسان مصاب بالانيميا هتلاقي عنده سقوط شعر وسوء تغذيه. في بعض الامراض اللي ناتجه عن خلل في الهرمونات، يعني لو مثلا في مشكله في الغده الدرقيه ممكن تلاقي زي الواحد بيعاني من سقوط شعر. اوكي. ممكن لو في امراض في الكبد او الكلى برضو ممكن، يبقى اذا دي امراض داخل الجسم. السكر والحاجات دي لا، السكر ما نقدرش نقول من الاسباب يعني اللي بت ما بيوقعش الشعر زي الحاجات اللي انا قلتها. اه. بعد كده ممكن تبقى في امراض موضعيه، يعني ايه موضعيه؟ فروه الراس نفسها، يا يعني مثلا القشر، لما في ناس بيجي لها قشر جامد. مرض الصدفيه لو جه فروه الراس، مرض الحزاز، مرض الذئبه، او امراض فروه الراس معديه يعني نتيجه اصابه بميكروبات، يعني مثلا فطريات، بكتيريا، فيروسات. يبقى دي اسباب مرضيه موضعيه. احنا كده عندنا اسباب كتير قوي. ما احنا لازم نتكلم بطريقه علميه، ده لسه لغايه دلوقتي احنا كنا في الاسباب المرضيه. بقى كيف في الاسباب النفسيه؟ التوتر، الشد العصبي، القلق. ده ناس كتير طبعا، ده اكتر يمكن تقدر تعتبر ده اكتر الاسباب. واحنا كل ما بنقول حد كلنا شعرنا بيقع، وكل ما حد يقول لك دي حاله نفسيه، صحيح بتتوتري، تتعصبي، وكل ده بيؤدي فعلا لسقوط الشعر. احنا بنستهتر بالحاجات ده دي، بيأثر تاثير جامد جدا. بعد كده في اسباب فسيولوجيه مش مرضيه خالص. زي مثلا اثناء الحمل، اثناء الرضاعه، لان طبعا الام هنا بتاخد غذاء ففي حد بيشاركها فيه، فكميه التغذيه بتاعت فروه الراس بتبقى اقل، فممكن تلاقي سقوط شعر. او في بعض البنات حضرتك تبص تلاقي الدوره الشهريه بتاخد فتره طويله عندها فشعرها بيقع، فممكن يبقى ايه شعر. دي اسمها اسباب فسيولوجيه. اخر حاجه في الاسباب بقى حضرتك اللي هي اسباب ناتجه عن عادات خاطئه. زي ايه حضرتك؟ فرد الشعر بكلمات فرد الشعر. ودي اكبر مشكله بنشوفها دلوقتي، البروتين في منتهى الخطوره، الكيراتين والبيوتين والبروتين في بروتين وكيراتين وكولاجين وبوتوكس، غير البوتوكس بتلحقني. دي مسميات بس، كولاجين ده خداع من الشركات، بيخدعوا الناس. يعني لما الناس اكتشفت خطوره الكيراتين قال لك لا ده اسمه بروتين، وهو نفس حاجه، هي ماده بروتينيه بتخش بس بيضاف لها. طب ناخد بالنا بقى والنبي يا بنات من حكايه الكيراتين، لان انا بشوف امهات بتعمل لاطفالها عند الكوافير. ده انا شفت مره سنتين حضرتك، وانا قلت للام انت ارتكبت جريمه، لان خطوره الكريمات الفرد حضرتك مش بس ان هي بتسقط الشعر وبتقصفه وتبهدله، فيها فورمالين، والفورمالين ده بتبان من ريحتها جدا عند الكوافير، لانهم بيعملوها بسخونيه شديده جدا، وكنت شايفه فبنستنشق الفورمالين. طب استنشاق الفورمالين ده خطورته في ايه؟ انه بيعمل كانسر، بيعمل سرطان. فانا هفرد شعري واضحي بصحه الانسان؟ فاذا ده بنسميها العادات الخاطئه. برضو بقى طبعا كثره بقى الغسيل كل يوم، استخدام شامبو خاطئ، الفرد الكتير حتى باستشوار او بيس كتير، دي عادات خاطئه. الصبغه طبعا،
الصبغه كتير طبعا بتاثر طبعا بتعمل سقوط شعر طبعًا. وغسيل الشعر كتير يا دكتور طبعا في ناس تقول كده وفي ناس تقول لا ما ينفعش اغسل شعري كل يوم يوم بقى شامبو وغسيل وكلام من ده بيؤدي لسقوطه عشان كده بقول دايما في الشتاء ممكن مرتين في الاسبوع في الصيف يوم بعد يوم ده في ناس بتغسل شعرها في اليوم مرتين ثلاثه حقيقي برضو الشباب اللي بيحطوا جيل في شعرهم والحاجات دي الحاجات دي زي انت عارفه كتير بتاثر على مشاكل فدي احنا بنسميها عادات خاطئه يبقى احنا كده تعرضنا للاسباب الرئيسيه وراثيه او مرضيه او فسيولوجيه او اسباب نتيجه عن عادات خاطئه طب انا اعتقد ان كل يعني كل عرض من دول او كل سبب من دول ليه طريقه علاج معينه يعني انا دلوقتي لما حد يجي يقول انا شعري خفيف وراثه او انا شعري مثلا يعني بيقع ده وراثه او كذا الناس اللي بتبقى عندها الشعر الخفيف ده ليه علاج اولا هنا طبعا عشان نحدد السبب لازم نروح للدكتور ما اخدش العلاج لوحدي فرضا ان احنا رحنا وقالنا ده وراثي سبب وراثي عايز اقول كلمه واضحه كده بتزعل الناس الصفات الوراثيه لا تعالج بالادويه يعني الصلع ما قدرش مريض اصلا يعني مش هو مش مريض على فكره هو يعني عنده صفه وراثيه واحد راجل اصلع او مديله دواء يطلع له شعر مش هيحصل ولكن الحل الوحيد للصلع طبعا هو زراعه الشعر انا ما بعملش زراعه شعر عشان الناس تفتكر ان انا بقول كده دعايه لنفسي يعني ما بعملش زراعه شعر كويس فاصل الناس لما تتشكك يعني فيها فانا ما بعملش زراعه شعر فهو ده العلاج الوحيد انما دواء ادي واحد اصلع دواء يرجع شعره طبيعي انا لو قلت كده بقى بكذب على الناس ليه لان الصفات الوراثيه لا تعالج بالادويه مش معقول واحد طويل ادي له كورس حقن يقصر اكيد او واحد عينه زرقاء ادي له دواء يبقى خضراء او بني صح الوراثه لا تعالج بالادويه انما التانيين اللي قلتهم كلهم يعالجوا طيب خلينا بقى نقول الحاجات اللي تتعالج او اللي ليها في ناس دايما تقول لك بقى ايه انا مثلا جالي سخونيه زياده جالي مرض ما اثناء حمل او رضاعه زي ما حضرتك بتقول فشعري بقى يقع بالاضافه الى ان شعري بقى الصفات بتاعته بقت غريبه يعني بقى ناشف بقى يتقصف بقى يتكسر بتحصل حاجات زي كده دي بتبقى سببها ايه طبعا من اكتر الحاجات بتسبب تقصف الشعر طبعا كثره الغسيل زي ما قلنا شامبوهات الغلط كمان قله التغذيه وقله شرب الميه يعني الناس اللي ما بتشربش ميه كتير وما بتاكلش سلطه خضراء كل يوم وبتاكل اكل سليم هتعاني 100% من تقصف شعر وتكسر حروف على طول لازم خضار والميه كتير وميه ده روح الشعر وروح كل اعضاء الجسم فلازم ناخد بالنا من الكلام ده التغذيه طبعا السيئه والانيميا هتعمل كده ما فيش تغذيه فبالتالي الشعر بص عليك الشعر ده عامل زي الشجره او الزرع الزرع عباره عن نبات ليه ورق وليه جذور الجذور دي بتمتص المواد الغذائيه بتطلع في الساق تطلع على الورق يبقى كويس طب لو الغذاء قليل هتبص تلاقي الورق بتاع الشجره ابتدى يصفر وابتدى ينشف ويقع نفس الكلام في الشعر مفيش تغذيه جيده الدم ما بيوصلش كويس لبصيلات الشعر مش هتوصل الفيتامينات والمعادن والاحماض الامينيه والدهنيه للشعر هيبقى مقصف وناشف طيب. كله بالعلم يعني تمام كويس قوي طيب الناس دايما بتربط موضوع الشعر بالضوافر خليني اقول لحضرتك برضو عندنا شكوى يعني احد المشاهدات بتقول ان بنتها عندها 8 سنين وضوافرها كان فيها تقصف وعلامات وتم تشخيصها لانها صدفيه اظافر علاجها ايه وايه هي صدفيه الاظافر واسبابها يعني بيدل يعني هي بتسال دلوقتي وجود الصدفيه في ضوافر البنت ده يدل على ان الجلد كله ممكن يبقى فيه صدفيه مش شرط يعني الصدفيه بتسيب الجلد احيانا تبقى في الجلد ومفيش في الاظافر ولكن في تقريبا حوالي 10% 10% من مرضى الصدفيه قد تصيب الصدفيه الاظافر وممكن تبدا اعراض الصدفيه في الضفر وممكن تفضل في الضفر بس على طول مش شرط تطلع في الجلد لكن يعني انا توصلت العلاج كويس قوي لصدفيه الاظافر دي وفي جزء منه يعني دوائي وجزء غير دوائي الجزء غير دوائي بنقول للناس ايه حضر محلول ملحي بنسبه 1:3 يعني معلقه ملح على 3 معالق ميه او فنجان على 3 فناجيل ميه اوكي وبحط الضوافر كل يوم فيها لمده ساعه بعد كده بنشطفها بعد كده في جيل يعني انا طبعا هقول مكوناته بس مش هقول اسمه هو الجيل اللي فيه فيتامين د مع حاجه اسمها بيتا ميثازون ده حاجه معروفه في السوق الجيل ده بنقط الضفر مره واحده كل يوم 3 شهور بتروح الصدفيه اللي في الضوافر
زي الفل تمام. ارجو بس حضرتك تكوني متابعه. انا معايا تليفون رانيا من الاهليه. يا رانيا الو. انا عندي مشكله في الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه وعايزه اكلمك ضروري. ايوه حبيبتي اتفضلي سامعاكي دكتور سامع. انا عندي مشكله خلاف الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه على الشاشه عايزه اكلمك فيه. خلاف الموضوع يعني خلاف حاجه تانية مش طبيه حاجه ثانيه. طيب معلش يا رانيا سيبي تليفونك انا سمعتها في نفس الموضوع معلش. طيب في كمان حد كان بيسأل تقدم السن علاقته ايه بسقوط الشعر او تغييره. يعني في ناس بتبقى شعرها مثلا حلو وتقيل وكده وبعدين لما بتكبر شويه في السن بس تلاقي شعرها بقى شكله مش زي الاول او زمان. ده ايه العلاقه يعني؟ طبعا في علاقه مفيش شك. يعني طبعا كلنا بعد ما بنعدي فتره معينه اربعينات خمسينات وكل ما بنطلع رجال او سيدات هتلاقي الشعر بيخف. شيء طبيعي لان طبعا زي كل العلامات التقدم بالسن اللي بتحصل في جسمنا كل يعني حركتنا بتقل شويه. الجلد بتبص تلاقيه برضو يعني في شويه رنجل يعني تجاعيد بتظهر. فده شيء طبيعي يعني ده يعني زي يعني ما مش مرض. بتيجي على الجلد بيبقى فيه تغير في شيء طبيعي وبرضو الشعر نفس الكلام. وهتلاقي مش بس كده هتلاقي الحواجب بتقل مش بس شعر الجسم كله. اوكي هتلاقي دايما الكبار غزاره شعر الجسم ابتدت تقل. ده شيء طبيعي ده مش حاجه مرضيه. مش حاجه تقلق يعني حاجه فسيولوجيه طبعا. طيب بس ليها يعني ممكن ومع هذا بص هتلاقي برضو اكسبشنز زي لكل حاجه. يعني تلاقي في ما شاء الله ناس كبار 70 و80 وشعره تقيل. لكل قاعده طبعا في شواذ يعني بس احنا لا بنتكلم بس دي مش قاعده عامه يعني. طيب الاطفال يا دكتور ده مش عارفه ليه في شكوى كتير ان اطفال بيقع شعرهم كده. يعني حضرتك دلوقتي كنت بتقولي كبار السن. انا دلوقتي في عندي كذا حد بيشتكي ان الاطفال بيقع شعرهم في التوقيت ده بتاع تغيير الفصول وبيتضايقوا جدا خصوصا البنات. يعني طبعا اللي عندها بنوته صغيره 6 سنين 7 سنين بص تلاقي مثلا وهي بتسرح لها شعرها كتير بينزل بيقع. ايه السبب؟ بصي هو مش مع تغيير الفصول هو مع بدايه العام الدراسي الفتره دي. طبعا الولاد قاعدين 3 4 شهور في اجازه مبسوطين بيلعبوا ويتفسحوا ابتدت بقى تخش في المدرسه والمذاكره والدروس والام تبدا تعمل حاجات غريبه كده للولاد زي كل أهم المصريين عملت ارهاب فكري للولاد وبتاع. فطبعا المدرسه جت والواجب وما عملتيش والزعيق والكلام ده بيأثر نفسيا عليهم. واحنا اتفقنا ان من العوامل النفسيه بتلعب ليها دور كتير. أوكي. يعني فممكن يكون ده سبب. غير في موضوع على فكره عشان ما ننساهوش برضو موضوع الثعلبه. في حاجه اسمها الثعلبه. هو ايه؟ احنا كل اللي بنتكلم عليه ده سقوط الشعر بصفه عامه. الثعلبه اللي هي سقوط مساحه او يعني مساحه معينه من فروه الراس بتلاقيها فجاه بتبقى خاليه من الشعر. ممكن تبقى دايره ممكن دايرتين احيانا بتاخد فروه الراس كلها. دي سببها الرئيسي التوتر. ودايما بنلاقيها كل واحد بيتوتر بيجي له ثعلبه مش كل الناس. طب ما في ناس بتوتر بيجي له مشاكل تانية. بس دايما الثعلبه في السن الصغير ده وحتى الكبار اللي هي المستديره دي 100% بتبقى بعد فتره فيها توتر وشد عصبي. تمام. فممكن نلاقي الاولاد في الفتره دي عندهم حكايه الثعلبه. يعني مدرس في الفصل بيبقى شادد شويه على الطفل، حد زميله بيضايقه. انا بلاقي الثعلبه بقى الاول معلش عشان الناس اللي بتشتكي بقى من الحكايه دي. اما بلاقي الثعلبه في كذا سؤال هم اجابتهم واحده، المفروض اشوف الطفل الاول في حاجه مضايقاه او في حد مضايقه في المدرسه او بيتعرض او في البيت. يعني مثلا لما نلاقي ساعات طفل مثلا عنده 4 5 سنين وجاله اخ او اخت جديد. طبعا شيء طبيعي اتجاه الاسره كله بيروح للجديد والدلع والكلام ده. الطفل بيتاثر جدا. دايما تبص تلاقي جيلهم ثعلبه. طيب دكتور موضوع بقى بعد الحمل كلهم يعني الستات كلها بتقول بعد الولاده شعرهم بيقع جدا. طبعا. فعايزين نعرف بقى يعني ده علاجه ايه بالظبط؟ واصل وفي ستات تانيه تقول لك لا ده انا شعري تقل في الحمل. يعني ايه العلاقه يعني مش عارفه بقى ده طبعا دي نسبه قليله جدا. نسبه قليله جدا بس غالبا الحمد لله كانت بتاكل كويس قوي. ما شاء الله يعني. ما شاء الله وبتاخد الفيتامينات اللي الدكتور كاتب لها عليها فدي طبعا انما معظم الناس بعد الولاده بتشتكي. بعد الولاده بشعرها خفيف خالص. طبعا 9 شهور زي ما اتفقنا في جنين بيشارك الام في العيزة. فطبعا بتبقى دي قله تغذيه 100%. هنا العلاج بيكون ايه؟ رقم واحد طبعا بنقول للام ترجع تاني التغذيه الصحيحه السليمه اللي هي عباره عن ايه حضرتك؟ لازم كل يوم في طبق سلطه خضراء متكامل يوميا. كل يوم طبق سلطه. طب اسمعوا بقى علشان ده سؤال برضو كذا حد. طبق سلطه المكون من ايه؟ نقول برضو اللي فيه الجزر
واللي فيه الفلفل الالوان اوكي واللي فيه الخيار والطماطم والجرجير. والجرجير الخمس نباتات دول مهمين جدا لسلامة الشعر والضوافر والجلد وكل حاجه في الجسم. فلازم ده كل يوم طبق كويس يعني. شرب الميه كتير لازم بحيث لا يقل عن الحجم الميه اللي بشربها في اليوم عن 3 لتر في اليوم. تمام. بعد كده التغذيه الكويسه، وانا بنصح دايما التونه كويسه قوي وتبقى مرتين في الاسبوع، والتونه مش غاليه يعني. دي مهمه قوي مع الاكل البروتينات بشكل طبيعي، والتغذيه ده شيء مهم قوي بالنسبه للام. بروتين لازم، بروتين ده كده كتغذيه. بالظبط. طب هي تاخد المية. فيتامينز لان في لسه انا جاي ليها بقى. لازم طبعا مالتي فيتامينز، وطبعا انا كاتب على صفحتي على فكره في الصفحه الفيتامينات اللي ممكن تاخدها الام او اي حد بيعاني من سوء الشعر. بتاخد كبسوله بعد افطار كل يوم. اوكي. وممكن نعمل تركيبات زيوت طبيعيه. ماشي. بتستعمل برضو دي لحالات سوء الشعر بصفه عامه. طيب. وممكن نقولها للناس دلوقتي وحبيت يعني. طيب حالا بس خلينا بقى ناخد تليفونات معايا. ام هدى من الجيزه. ام هدى. الو. ام هدى معانا؟ ايوه معاكي. ايوه حبيبتي اتفضلي. انا معايا بنتي هدى عندها 6 سنين ونص وطالع لها بقع في شعرها كده، عامله قشره خضراء كتير بس. فالدكتور كان بيقول ان هي صدفيه ومنعني ان هو يحط لها زيوت ولا كريم ولا اي حاجه في شعرها، بس ما بتخفش بتكتر اكتر. طيب انت معانا يا ام هدى؟ اكل اسئله. انا معاك حضرتك. طيب البقعه اللي في فروه الراس دي واحده ولا كذا واحده؟ لا ده كذا واحده وفي اماكن معينه. طيب هل في الجلد في حاجه؟ في بطنها؟ لا بقيت جسمها. بقيت جسمها في بطنها بتطلع زي مثلا زي حبايه كده بتنشف وبتسيب بقع عامله زي البهاء. طيب البقعه اللي في فروه الراس القشره اللي فيها انت بتقولي خضراء ولا لونها ابيض؟ لا مخضره كده مش لونها ابيض. ولما طيب بتكرشها جامد بتطلع مكانها دم. طيب هل بتعمل ريحه ولا ملهاش ريحه؟ لا ملهاش ريحه. طيب بعد اذن حضرتك يعني هنروح الصيدليه وهنقول له اديني النقط سائل يعني نقط يعني اللي فيه حامض. انت معاكي ورقه وقلم ممكن تكتبي؟ لا بس قولي وانا هحفظ. طيب حامض الساليسيليك مع ماده البيتا ميثازون. اكتبها لك على الصفحه. طب يا ام هدى حفظتيها؟ وانا هاخدها من على الصفحه. اوكي هنكتب. نكتب لها يا جماعه معلش في على صفحه البرنامج لو سمحت. وندهن المكان اللي في فروه الراس ده بالنقط دي مره الصبح ومره بالليل، ان شاء الله 4 اسابيع هتلاقي بقى زي الفل. ماشي. شكرا شكرا يا ام هدى. عبير. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. انا عايزه اكلم الدكتور هاني لو سمحت. اتفضلي يا حبيبتي دكتور معاك. انا بنتي عندها 15 سنه. وعندها خطوط بني في بطنها كده ومنتشره في جسمها بطنها والصدر وكده. تمام. وهي بس جسمها ملي من دول شويه، عايزه اعرف الاسباب ايه لو سمحت. دي حاجه بنسميها الاستريتش ماركس او علامات التمدد. هي كانت بنت صغيره وكبرت ما شاء الله دلوقتي، فالجلد طبعا بدا يتشد فبتعمل خطوط التمدد دي، ودي بقى دي 90% من البنات بتحصل لهم. فبطمنك ان ده مش مرض، ما تخافيش، ملوش اي مضاعفات. يعني بمرور الوقت هتقل ان شاء الله، لكن يعني اذا كانت حاجه شديده قوي وعايزه تعالجيها دي بتتعالج بجلسات اسمها الديرما رولر، بتضيعها بعد 4-5 جلسات، انما هي حاجه مش خطيره. طيب شكرا يا عبير. مريم ناصر. مريم انت بتقولي العلاج للشعر الخفيف، ممكن توضحي بس عشان دكتور شعرها خفيف عايزه يتقل. ممكن ان شاء الله. شعرها خفيف وراثه ولا شعرها ما احنا مش عارفين. يعني لو طبعا العامل الوراثي اللي احنا بنعمله هنا للوراثه بنحاول ندي ادويه نحافظ على الشعر الموجود. تمام. طيب هي شعرها خفيف تعمل انما لو خفيف نتيجه اسباب من اللي قلناها مرضيه كلام من ده، هيبقى العلاج طبعا بالفيتامينات والتركيبات. يا ريت تخش على صفحتي على الفيسبوك برضو البوست المجمع بتاع مشاكل الشعر، انا كاتب العلاج. تمام. وتاخد العلاج اللي فيه 4 شهور شعر يتقل باذن الله. يا مريم يا ريت تكوني سامعانا. مريم ناصر. طب معايا هند من الجيزه. الو يا هند. هند حاولي تكلمينا تاني. هند معلش. حنان صلاح بتقول دكتور عايزه علاج لاثر الحبوب اللي لونها احمر في البشره، تقريبا الحبوب بتروح وبتسيب اثر. دايما اللي هي البقع السمراء دي. فطبعا في انواع من كريمات التفتيح انا كاتبها. اوكي. يعني لان في كريمات تفتيح دلوقتي في السوق كتير جدا. فانا بحاول اكتب للناس الافضل والارخص والصناعه المصريه اللي عاليه الجوده.
انا يعني ببعد دايما عن الحاجات المستورده لانها بقت غاليه جدا. فانا كاتب على صفحتي لو سمحتي خشي برضو في البوست المجمع لمشاكل البشره هتلاقي فيه كريمات التفتيح. الكريم ده بدهن بيه البقع السمراء دي او اي لون داكن في الجسم مضايقني. ساعات ناس تشتكي تحت القبط بيبقى لون غامق او كده، نفس الكريم بدهن مره الصبح ومره بالليل، بياخد من 3 الى 4 شهور بيرجع ان شاء الله اللون الطبيعي بتاع الجلد. طيب معايا ام عبد الرحمن من بورسعيد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. انا اتواصل بالدكتور. اتفضلي. هو والدي يعني راجل كبير فعنده قرح فراش. عنده ايه يا فندم؟ قرح الفراش. ايوه تمام، قرح فراش. المهم هم بيحطوا عليها ايه بقى، بيتادين احيانا وفي جنتيانا مع رش مضاد وكل ده على بعضه، ومرهم ميبو، وساعات المرهم اللي هو بالهيلارينيوم ده، الماده اللي هي بيبني الانسجه. المهم حصل له تاكل في انسجه دلوقتي مفقوده، في حصل حفره كبيره، والباقي قرح عاديه بقى. طيب انا مش عارفه نبني الانسجه دي تاني ازاي، حاسه في حفره حصلت من كتر المواد اللي بيحطوها دي. الصح ايه بقى؟ هقول لحضرتك حاجه، هقول لك على طريقه سهله جدا. طالما القرحه بقت عميقه، اولا مطلوب حضرتك انه لازم يتقلب كتير، يعني ما تسيبهوش في وضع واحد، يعني شويه على الجنب ده شويه على ده شويه على الجنب، فالتقليب ده مهم. الحاجه الثانيه حضرتك، موجوده في الصيدليات الكبيره مراتب مخصوص، مراتب هوائيه للناس اللي بيرقدوا فتره طويله، ضروري حضرتك تجيبي له المرتبه دي. ليه؟ لان المرتبه دي بتقلل احتكاك الجلد بالفراش، فبالتالي بتمنع قرحه وبتساعد على التئام الجرح. احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه للقرحه طالما هي بقت مزمنه كده وعميقه وما بتستجيبش ادويه، العسل النحل حضرتك. يعني بنجيب العسل وندهن القرحه مره الصبح ومره بالليل مع التقليب واستخدام المرتبه، ان شاء الله الانسجه تلحم وتقفل القرحه تاني. طيب هند رجعت لنا تاني. هند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذه مها؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله. ازاي دكتور؟ برضو انا فعلا سعيده جدا اني كلمت حضرتك النهارده. العافيه، ربنا يخليك. اتفضلي يا هند. ماشي، انا كنت عايزه اسال الدكتور بس في مشكله تخص بنتي، صراحه تعباني دلوقتي بقالي اكتر من 3 سنين. طلعت لها قشره سميكه في شعرها. فطبعا رحت كشفت عليها عند دكاتره كثيره جدا ومستشفيات كثيره، كل اللي بيعملوه بيدوني علاج كله كورتيزونات. فطبعا البنت طبعا جسمها مش قابل النتيجه بتاعت العلاج، كل شويه العلاج اللي عندها يخلص اجيب غيره، يخلص اجيب غيره، النتيجه بطيئه جدا. تمام. وبعدين في حاجات برضو بتظهر على جسمها، برضو احط لها المراهم اللي كاتبينها لي تروح، ومجرد ما تخلص افضل. يعني انا قعدت فتره 6 شهور ان انا ملتزمه بالعلاج زي ما قال لي الدكتور. بعدها قالوا لي طب كل ما يظهر حاجه حطي العلاج، ما تحطيش استمرار باستمرار. لقيت العمليه زادت معايا اكتر، البنت برضو القشره عندها بتزيد كتير جدا في شعرها، بيظهر في جسمها برضو حاجات بقع كده بقشره. فطبعا انا الموضوع ده يعني تعبني نفسيا بجد، ومش لاقيه اي حل له. الف سلامه. بص حقيقي طبعا مرض الصدفيه مرض جلدي مزمن بيروح وبيجي، طالما انت خدتي ادويه كتير كده فاحنا هنبدا نتجه باذن الله اول ما يعني معلش الكلام ده فاضل له كذا شهر، بس اول ما يجي الصيف اللي جاي ان شاء الله انا انصح بانك تاخديها وتروح سفاجه. ليه؟ افضل وسيله امنه وفعاله لعلاج الصدفيه هو العلاج بالبحر والشمس في منطقه سفاجه. وهناك العلاج ببلاش، يعني مش هتروح في قرى ولا كلام من ده هيبقى بالنسبه لها علاج نموذجي، لانها طفله صغيره خدت ادويه كتير قوي عليها الدواء ده. الى حين كده حضرتك، الى حين كده احنا ممكن هنعمل الاتي في البيت. ارجو ان يكون حضرتك الحمام عندك فيه بانيو. فبنملى البانيو بالليل قبل ما تنام ميه دافيه، وبنجيب نص كيلو ملح طعام وندوبه في الميه، فده بقى ميه مالحه زي بتاعت البحر، زي بتاع البحر. فهنقعد في الميه دي، تقعد نص ساعه تدعك جسمها وفروه الراس بالميه المالحه، بعد كده بتشطف كويس قوي، وهنجيب من الصيدليه مرهم حامض السليسيليك 3%. بناخد المرهم ده وندهن بيه الاماكن اللي في الجلد مره واحده كل يوم بالليل. اما فروه الراس استاذن حضرتك تخش على صفحتي، انا كاتب تركيبه عشان قش الشعر. التركيبه دي بتتحضر في الصيدليه، بنرجها قبل الاستعمال، وبناخد على ايدينا وبنعمل تدليك لفروه الراس برضو مره كل يوم بالليل. كده احنا بعدنا عن الكورتيزون اللي انت خايفه منه،
وبعدنا عن الأدوية وهنحافظ عليها وتبقى الجسم كويس لغاية ما إن شاء الله في الصيف نروح سفرية. طيب معايا مروة من القاهرة. مروة. ألو. أي مروة تفضلي. لو سمحت أقدر أكلم الدكتور؟ تفضلي. دكتور أنا عندي بنتي عملت لها بروتين وهي عندها 3 سنين. بصي بقى. عملت لها إيه؟ جريمة يا فندم. دي جريمة. كرياتين؟ بروتين. كرياتين. هو قالت لي أنا بروتين فاهم؟ ما هو في الشهر. وثلاث سنين. كانت 3 سنين حقيقي. وحصل إيه بقى؟ فروه راسها دلوقتي مش يعني بيجي اسرحها مش بتقدر بقى تتسرح تقعد تعيط جدا من فروه راسها وبقى فيها فراغ كده من قدام. طيب بصي حضرتك ممكن اطلب مني خدمه وانت بتتكلمي على الهوا دلوقتي. قولي لكل ام في مصر انت انا عايزك انت اللي تقولي قد ايه التجربه دي صعبه وانصحيهم بعد اذنك. دي غلطه. ما حدش يعمل لاولاده او بناته فرد شعر بالكرياتين او البروتين. محدش يعمل خالص ولا لولاده ولا ليه يا جماعة. معلش الحمد لله. طب بصي. طب خليك معايا. احنا بقى ايه هنعمل الاتي. هي عندها كم سنة قلتي؟ باتي عندها 4 سنين ونص. طيب هنروح الصيدلية هنطلب منه فيتامين من الفيتامينات المجمعة الشرب بتاعت الاطفال. تمام؟ هي قفلت. هتاخد. لا تاخد معلقة بعد الفطار ومعلقة بعد غدا. تمام؟ وبعدين هتعملي تركيبة من الزيوت الطبيعية مكونة من الآتي: زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت الجزر اللي هو بذر الجزر يعني، وزيت السمسم بكميات متساوية 1:1:1:1. تخلطي الكلام ده كويس قوي. باخد هذا الخليط واعمل بيه تدليك لفروة الراس بالليل. البنت تبات بيه تاني يوم الصبح تغسليه بشامبو كويس. نعمل الكلام ده مرتين في الاسبوع مثلا كل اثنين وخميس. هتنام بالزيوت صح؟ نعم. هتنام بالزيوت وتغسلها ثاني يوم بشامبو. تغسلها الصبح تمام. ومع الفيتامين. هنمشي على الكلام ده 4-6 شهور. ان شاء الله يرجع الشعر يبقى كويس ويتقل وارجوكي ما تكرريش العمله دي ثاني مره. ان شاء الله الف سلامه عليها يا مروه. معايا ساره؟ صفاء؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا صفاء اتفضلي. ممكن تكلم الدكتور؟ يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور ابني عنده 4 سنين ونص ومولود بنقرتين في راسه في الناحيه اليمين والناحيه الشمال. انا رحت لدكتور واداني علاج مشيت على 4 شهور ما عملش حاجه. لو حضرتك تفيدني بحاجه. نقرتين يعني فروه راس ما فيهمش شعر؟ كل ما يطلع فيهم شعر يصير لوحده. لا يعني يعني هو اتولد ما كانش فيهم شعر؟ لا هو اتولد ليه شعر بس في نقرتين بس فاضيين فراغ عاملين فراغ في راسه. باللي انا بقوله اتولد ساعه ما اتولد عنده شعر بس الحتتين دول اتولد ما فيهمش شعر. ايوه بالظبط كده. زي دايرتين كده دايره من اليمين والشمال. طيب لما خد ادويه نقط او دهانات طلع فيها شعر؟ لا ما طلعش بس هي عموما بيطلع فيها شعر ويطير لوحده من النقرتين دول بس. ايوه انت ما انا بسالك طلع بتقولي لا ما طلعش. هو عموما من غير علاج كان بيطلع ومع العلاج برضو عادي ما عملش اي نتيجه. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ يعني انت بتقولي ان البقعتين ما طلعش فيهم شعر وبعدين جت قلتي مع الدواء طلع فيهم شعر. لا من غير الدواء هو كان طبيعي بيطلع شعر وبيطير. بيطلع شعر وبيقع تاني. الحتتين دول بس. وبيقع تاني النقرتين دول بس. سيبيهم لو سمحتي ما تحطيش عليهم اي ادويه خالص. طب وحضرتك يعني هبنسانه بعد كده ولا هيطلع فيهم؟ كل ما يكبر الشعر هيطلع باذن الله. طيب. طب ماشي شكرا. شكرا يا صفاء. معايا ابراهيم من مرسى مطروح. ابراهيم. صباح الخير. صباح الفل. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل. دكتور بعد اذنك انا كان عندي ثعلبه في راسي من حوالي سنه ونص كده. وخدت لها علاج وخدت لها حقن عند دكتوره جلديه وجيت الظاهره دي رجعت لي تاني من حوالي 4 شهور بس بقى زادت دلوقتي بقت في باربع اماكن في راسي. تمام. وكل شويه بتزيد ومش عارف اعمل لها ايه. طب قول لي انت الفتره اللي فاتت دي قبل ما ترجع اتعرضت برضو لفتره كان فيها توتر او شد شويه او حاجه؟ الحقيقه هو ده السبب يعني لازم نعرف كده. يعني هي بتخف الحمد لله. بس مجرد انت واضح انك انت حساس او بتاثر بسهوله باي حاجه تزعلك فده السبب. هنا لازم تاخد العلاج اللي خدته المره اللي فاتت. يعني هنكرر علاج يعني وهيطلع الشعر بس المهم علاج. المهم ان انت ما تسيبش نفسك للتوتر باستمرار مش بترجعش تاني.
تمام. شكرا يا ابراهيم، متشكر جدا يا دكتور. طيب نرمين بتقول عايز تعرف علاج الشعر الخفيف اللي لونه اتغير من لونه الطبيعي الى اللون الابيض. يعني طب يعني دايما انا بقول لها موضوع الشعر الابيض ده صفه من الصفات برضو الانسان، يعني صفه وراثيه، بتضايق ولو انه طلع موضه شويه، بس يعني هو يعني بيضايق. لا يوجد علاج دوائي للصلع الوراثي ولا الشعر الابيض ولا الشعر الابيض. ما هو على فكره لو في علاج للشعر الابيض هستعمله انا. مش كده كنت بدات بنفسي. طب ده بيضايق الستات جدا يعني. الحل طبعا ان احنا بنصبغه الصبغات. تصبغ. انا ما بصبغش شعري طبعا الحمد لله، بس يعني انما طبعا بالنسبه للستات لا، الستات لازم يعني المشكله بقى إيه؟ ساعات في بنات صغيرين بتطلع لهم الظاهره دي، فبيسالوني انا عندي حاجه 20 سنه بقت. ده حاجه صفه مش مرض. فالحل هنا نصبغه، انما لا يوجد علاج دوائي للشعر الابيض. طيب اوكي. حبيبه انا شعري، بتقول ان شعري بيقع ومش بيطول خالص، وفي حاجات بيضة في شعرها نفسه. ما هي نفس المشكله. لا نسيبنا من الشعر الابيض، انما الشعر بيقع ليه علاج. طيب ما بيطولش برضه ليه علاج. هو نفس العلاج اللي احنا بنديه للسقوط مع استمراره فتره طويله. اوكي. هيأدي. فانا بس ارجوها تخش على صفحتي على البوست المجمع بتاع مشاكل الشعر وتاخد العلاج اللي انا كاتبه زي ما في البوست كده، الفيتامينات والتركيبه، اربع شهور هيبطل ان شاء الله يقع، وبالعكس هنستمر عليه العلاج هيطول الشعر. طيب معايا تليفون، معايا احمد. الو. الو. ايوه. لو سمحتي انا كنت عايز اكلم الدكتور بخصوص تجربه شخصيه ليا انا بخصوص الثعلبه اللي الثعلبه اللي هي بتبقى في الشعر. ايوه فندم. اتفضل. انا 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 عندي 70 سنه دلوقتي، انما كان عندي وانا عندي 12 سنه والدي كان عندي تلاقي لي ثعلبه، يمكن طلعت لي مرتين وانا صغير، وكان حد قال له العلاج الاتي ان هي الثعلبه دي تتشرط، وده اللي حصل لي فعلا، انا بقول تجربه شخصيه. الثعلبه مكانها يتشرط بموس، يحط عليه توم بعد ما يتطهر، وبعد كده بيتعمل المكان تتقطع تومه، نص تومه كده، وتتدعك بيها تقريبا لمده، انا مش فاكر بالظبط مده اسبوع او قد ايه، وفعلا الشعر بيطلع في خلال 3 اشهر، بيطلع الجانب الثاني ويطلع. والموضوع ده حصل لي مرتين، انا دلوقتي انا عندي 70 سنه دلوقتي، بس اللي حصل لي انا فاكره كويس قوي ان احنا لا رحنا للدكتور وما رحناش لحد خالص ولا خدنا اي ادويه. انما فعلا التجربه اللي حصلت لي مرتين، وفي مرتين طلع الشعر بعد تقريبا حوالي 3 اشهر بعد كده، لان ما بقينا نجرب بتحط صباعك كده على مكان الثعلبه فتلاقي ايه بقت تخشن شويه، لدرجه ان بعد كده الشعر طلع. انا دلوقتي على فكره عندي 70 سنه وشعري بالكامل زي الشباب يعني، ما شاء الله. ده دلوقتي التجربه دي شخصيه حصلت لي، مش حد قال لي عليها، بس يعني حبيت اقولها علشان من غير دواء، من غير فيتامينات، من غير اي حاجه. طب انا بشكرك. وانا قلت وانت بتقول قلت ايه قلتهم. بص حضرتك طبعا ده كان بيتكلم يعني بيستخدم زمان في الطب الشعبي على اساس ايه؟ ان التوم ماده مهيجه فبتخلي تحمس بصيلات الشعر ان هي تطلع شعر. طبعا ربنا ستر مع سيادتك، لان انا طبعا لو كل واحد عمل كده وشرط جلد بالموس اي شويه بكتيريا هتخش هتعمل تسمم بكتيري وممكن تحصل كارثه. يعني هو ربنا سترها معاه. انما ده مش معناه ان انا اقدر اعمل الكلام ده. احنا طبعا لو رجعنا 70 او 100 سنه ورا ما كانش فيه كمان ادويه كمان. ولا كان فيه مضادات حيويه ولا كمان الحاجات دي. فاحنا لو فضلنا على نفس العلاج اللي كنا بنستعمله من 100 سنه كان زمان عدد سكان الكره الارضيه دلوقتي اقل بكتير. فليه؟ لان في اخطار ممكن تحصل من الحاجات دي. فانا بنصح الناس اللي سمعت نصيحة ساعات البيع ما تعملهاش، لأن الغلطة هنا هتبقى هتكلفه كتير قوي. فالأدوية اتعملت عشان خاطر إحنا ما نرتكبش الأخطاء دي اللي ممكن تعمل مشاكل. طيب شكرا يا أستاذ أحمد. يا أوتا محمد يا فندم بعت بس كذا مرة ضوافرها مش بتطول. تمام. بس يعني مشكلة بعت صورة أنا حوريها للدكتور حاضر يا أوتا بعد إن شاء الله بعد الهواء. تمام. احنا يعني طبعا ممكن برضو حلقه تانية نتكلم فيها على مشاكل الاظافر لوحدها. يعني دي كتاب لوحدها. طبعا هنا بتبقى غالبا ده سوء تغذيه 100% او الانيميا. سوء تغذيه. يعني مع الانيميا وسوء التغذيه
على طول هنلاقي الاوافر الضوافر ما بتطولش وممكن كمان تتقصف وتتكسر. هنا التغذيه السليمه وعلاج الانيميا وتصحيحها بيخلي الضوافر تبقى كويسه. طيب بصوا يا جماعه عشان بس نبقى محددين، خلينا بس المره الجايه ان شاء الله حاضر نتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في الاظافر، لان امراض الاظافر بعتتها خصوصا للبنات وللاطفال. طيب انا معايا زينب. الو زينب. الو ايوه الو، ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه زينب اتفضلي. معلش انا معلش عايزه بس اسال الدكتوره على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. بنتي كبيره انيقه كبيره ما شاء الله. الو زينب وطي التلفزيون بعد اذنك. معايا بنتي انيقه كبيره. ايوه حبيبتي 18 سنه. 18 سنه مالها؟ عندها تصبغات في دراعها. عندها تصبغات في دراعها. يعني في لون غامق في الايد بس مش عارفه اعالجه ازاي، يعني عامله زي كانها متوسخه بس هي مش متوسخه. طيب بس يا ريت الدكتور يفيدني بالله عليك عشان انا تعبت معاها جدا وهي نفسيتها متضايقه جدا. اكيد ان شكل دراعها عامل زي المتوسخ. طيب ده موجود في اعلى الدراع الناحيه دي والناحيه دي؟ بالظبط. طب الظهر فيه بقعه سمراء كبيره؟ لا مفيش بقعه، فيه زي حبوب بس كده بسيطه. لا انا بتكلم اللون اللي في الدراعين. بالظبط. مفيش منه في الظهر ورا؟ لا هو مش بقعه كبيره، هو غامق برضو بسيط الظهر بس اخف من الدراعين. طيب هي عندها 18 سنه. لون الدراعين غامق زي المتوسخ. لا عارف عارف انا فاهم. هي بقى لها الحكايه دي عندها كام سنه؟ بقى لها قد ايه كده يا زينه؟ بقى لها فتره. يعني هي عندها كام سنه دلوقتي؟ 15؟ 18. 18. بقى لها كده كذا سنه يعني. يعني مثلا 7 8 سنين. بالظبط. ايوه بقى لها كتير. ده الحقيقه يعني حاجه نوع بيبقى فيه ترسيب. نوع من انواع البروتينات تحت الجلد، وده الحقيقه بيبقى مشكله كبيره في علاجه. انما بندي مركبات معينه بتفتح اللون بتعمل تاثير مش بطال يعني. طيب ده من المشاكل الحقيقه اللي بتقابل بنات بالذات كتير قوي يعني. طيب شكرا ليك يا زينب، لو في اي استفسار ابعت لنا بس او خلي بنوته تبعت لنا على الفيسبوك الصوره وان شاء الله الصوره لو سمحتي صوره ايدها. طب انا معايا مين؟ نعمه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا نعمه اتفضلي. كنت عايزه اسال بس الدكتور عن شعري بيبقى ناشف وهايش كده ومهما احط كريمات او زيوت مش احس ان هو مش متاثر. اوكي. تحس ان هو ايه حضرتك؟ مش بيتاثر، يعني بتحط زيوت وكريمات وشعرها مش بيستجيب يعني. يبقى لازم ناخد علاج، لازم ناخد فيتامينز ضروري طالما متاثر ومكسر لازم تاخد تغذيه. لان هي ايه بتداري يعني، هي بتحط مثلا زيوت. ايوه بس المشكله موجوده ان الشعره داخليه. فلو سمحتي تاخدي الفيتامينز اللي انا كاتبها في البوست المجمع على صفحتي تاخديها لمده 4 شهور مع استخدام زيت اللوز الحلو. ده بندهن بيه الشعر وحروفه. نعمله باستمرار، ده مرطب كويس قوي وبيعالج التقصف مع الفيتامينات لازم. وزي ما قلت في الاول نشرب ميه كتير مهم جدا، وتتغذي كويس وتاكل سلطه خضراء، المشكله تتحل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب معايا احمد من القاهره. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل. تحت امرك. دكتور ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا من اشد معجبين حضرتك ومتابع جيد جدا لحضرتك يعني. ربنا يخليك. كنت يعني بستاذن حضرتك برضو، الرجاله لازم برضو يكون لهم يعني نهتموا ببشرتهم وكده، فكنت بستاذن حضرتك يعني حاجه كويسه للبشره كده. احنا فوق الثلاثينات يعني وقربنا نعجز يعني. في اول الثلاثينات قربت تعجز؟ انت لسه اقفل. طب اقفل اقفل. بص هنقول شويه معلومات مهمه قوي للحفاظ على البشره. رقم واحد، عدم التعرض دايما للشمس فترة الظهيرة اللي هي الفترة من 11 لواحدة، صيف خريف شتاء ربيع، ده رقم واحد. اتنين، البعد عن التدخين تماما. انا بتكلم الشباب لان قليل بنات التدخين سواء سجاير او شيشة بيأثر جدا على البشرة وبيساعد على ظهور تجاعيد مبكرة. اوكي. رقم ثلاثة زي ما قلنا شرب الماء كتير، السلطة الخضراء، التغذية السليمة، طبعا البعد عن التوتر والشد العصبي لان الحاجات دي بتاثر. الست حاجات اللي قلتهم دول بيأثروا بشكل كبير جدا على البشره وبيؤدوا الى ظهور التجاعيد المبكره. بالنسبه للبنات والسيدات طبعا الاكثار من المكياج والميك اب غلط، وفي بنات بتنسى وبتسيب المكياج وتنام بيه. كمان في اليومين دول طلع نوع من انواع الميك اب اللي هو المستديم.
البيرمننت. البيرمننت في منتهى خطورة. اللي هو الايلاينر واللي على الشفايف. وما يروحش مع الغسيل. بلاش ده بقى يا بنات. فبلاش. الحاجات دي نبعد عنها زي ما قلنا، نشرب ميه كتير، تغذية سليمة. طبعا كده هنحافظ على البشرة. لكن نصيحة عايز اقولها للبنات. بلاش نسمع الاعلانات اللي بتقول ان في كريمات اقدر استخدمها تمنع ظهور التجاعيد. اوكي، هي داخلية. المشاكل كلها داخلية. كريمات تعالج التجاعيد. لا يوجد. تجاعيد حق لازم. بالظبط. طب اخر تليفون فاطمة، معلش عشان الوقت. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا فاطمة. اكلم الدكتور. اتفضلي دكتور، معاكي. من فضلك يا دكتور، انا شعري اساسا ناعم جدا جدا ليس. بس بيطلع فيه زي جزر صغيرة كده هو. شعر خشن جدا جدا، ومش بسبغ ومش بعمل اي حاجة عليه، وبتغذى كويس، بشرب مية كويس، باكل سلطة. في دكتور مرة قال لي انه ده حاجة اسمها تحور الجين، بدل ما بيطلع الشعر ناعم بيقلب خشن جدا. ايه العلاج وايه مدى صحة الكلام ده؟ الكلام ده مظبوط، ده مشكلة طبعا صفة وراثية، وغالبا هتلاقي حد في الاسره، في الكبار كان كده، العمات غالبا ناحيه العمات هتلاقي حد كده او جدود، ودي بتبقى حاجه وراثيه زي حاجات كتير بتحصل لنا في الجلد نتيجه عوامل وراثيه. هو طبعا هنا ما فيش علاج دوائي ليها، لان الصفات الوراثيه تعالج بدوائي، بس حضرتك عليكي باستمرار بالترطيب واستخدام الزيوت للمناطق دي، هتحسن منها شويه. الف سلامه. شكرا ليك يا فاطمة، وبعتذر طبعا لبقية الناس، هنرد عليكم حاضر، وهنوصلكم الدكتور هاني ان شاء الله إلا على صفحة نهاية الأسبوع حاضر من عناية. احنا حاولنا نجاوب على معظم أسئلة واستفسارات حضراتكم، ودايما معاكم كل خميس مع ضيفنا ده اللي دايما منورنا في الاستوديو طبعا، استاذ دكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، اللي بشكره شكرا جزيلا على هذه الخدمة الرائعة اللي بيقدمها لنا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم نهاية الأسبوع. دايما بسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11:30 الصبح. بكرة أشوفكم إن شاء الله، ونهاية الأسبوع، وكونوا على موعد. باي باي.